بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. من الفضائل الأخلاقية التي حث عليها الإسلام هو الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى وعدم السخط عنه، فإن السخط من الرذائل. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، صدق الله العلي العظيم، أي لكان خيرا لهم. الإنسان من المعلوم أنه في كثير من الأحيان يصاب بأمور لا يحبها، لا يرغب إليها، يصاب بضائقة اقتصادية، يصاب بفقد الأحبة، يصاب بمشاكل سياسية، وهكذا مشاكل أخرى. فإن هذا الإنسان حينما يصاب بهذه المشاكل قد ينهار أمام هذه المشاكل، ومن المعلوم أنه إذا انهار أمام هذه المشاكل يتحطم نفسيا ومعنويا، وطرق التقدم تغلق أمام هذا الإنسان. لكن إذا هذا الإنسان وصل إلى درجة من الإيمان بحيث علم بأن الله سبحانه وتعالى يحب عباده، وأن الله سبحانه وتعالى خلق الناس ليرحمهم إذا استحقوا لذلك، إذا علم بذلك فإنه ينظم حياته حسب الموازين التي جعلها الله سبحانه وتعالى بالطاعة وترك المعصية والعمل والكد والتحصيل العلم وما إلى ذلك. فإذا ابتلي بمشكلة يعلم بأن الله سبحانه وتعالى قدر له هذه المشكلة، وأيضا الله سبحانه وتعالى جعل حلول، فإذا الإنسان سار في تلك الحلول قد يحل هذه المشكلة. الإنسان إذا أصيب بمرض هناك حلول من العلاج، إذا أصيب بفقر هناك حلول من العمل لكي يوسع الله سبحانه وتعالى في رزقه، إذا كان جاهلا فهناك حلول بطلب العلم وما إلى ذلك. ولكن في بعض الأحيان لا يتمكن من إيجاد حل المشكلة، يعني أفرضوا مات له عزيز، لا يتمكن من تغيير هذا القضاء أو إحياء هذا الميت، أو إذا ضاقت عليه السبل الاقتصادية وحاول ولكن لم يتمكن باعتبار إما أن المشكلة أكبر منه أو لجهات أخرى، فحينئذ يجب عليه أن يرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى. الرضا بقضاء الله بمعنى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر لي هذا، والله جعل طرق وأنا سرت في تلك الطرق الطبيعية لكن لم أتمكن من حل هذه المشكلة، إما لكونها غير قابلة للحل أو لأن الطرق لم توصل لي إلى حلها. إذا رضي فإن نفسيته لا تتحطم، هو لا ينهار أمام المشكلة، أعصابه لا تتحطم، جسمه لا يذبل، وإنما قوة النفس تسبب لهذا الإنسان زيادة الإيمان بالله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان كلما أطاع الله وكلما رضي بقضاء الله سبحانه وتعالى فإن إيمانه يزداد، ومع ذلك ومع عدم الانهيار يتمكن من تجاوز المشكلة بأقل الخسائر، لأن المشاكل قد توجب خسائر نفسية أو جسمية أو اجتماعية للإنسان. وإذا نحن رأينا الناس الذين يعيشون في دوامة مشاكل نفسية قد تؤدي بهم إلى أمراض نفسية وأمراض جسدية، نجد أن جوهر المشكلة يرجع إلى عدم الرضا بما قضاه الله سبحانه وتعالى. والرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى يعني الرضا بقضائه التكويني، إذا قدر موتا أو قدر فقرا أو قدر مشكلة،
وكذلك الرضا بقضاء الله التشريعي، بمعنى الرضا بأحكام الله سبحانه وتعالى. الله إذا قدر الصلاة يعني حكم بالصلاة، إذا شرع الصوم، إذا أمرنا بالزكاة، الإنسان إذا كان راضيا بهذا العمل يشعر بسعادة نفسية ويشعر بارتياح نفسي، وفي الوقت نفسه الله سبحانه وتعالى يكافئ الإنسان المطيع. إذا هذا الإنسان الله سبحانه وتعالى وجده أهلا يكافئه في الآخرة بالجنة وبالثواب الجزيل، وكذلك قد يكافئه في الدنيا، بحيث أنه كثير من الأحيان كثير من البركات والنعم التي الله سبحانه وتعالى ينزلها على الإنسان إنما هي بسبب أعماله الصالحة، وهذه الأعمال الصالحة تؤدي إلى بركات دنيوية قبل الآخرة. قد لا يعلم الإنسان ارتباط هذه البركات بتلك الأعمال، لأنه الموازين الغيبية قد تختلف عن الموازين الدنيوية، بحيث أن الإنسان في كثير من الأحيان لا يعلم الأسباب والمسببات، ولكن الله سبحانه وتعالى يكافئ المؤمن على إيمانه في الدنيا قبل الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الراضين بقضائه وأحكامه. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.